ننتقل مع حضراتكم مشاهدينا الكرام إلى التنويه إلى هذا الخبر العاجل، حيث تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تناول الاتصال تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية والجهود الجارية لوقف التصعيد العسكري الجاري. في هذا الإطار توافق الرئيسان على أهمية تكثيف التنسيق والتشاور ودفع الجهود الدبلوماسية الرامية لخفض التصعيد والعنف لحماية المدنيين وحقن الدماء والشروع في مسار تحقيق السلام الشامل والعادل والمستدام لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.